السلام عليكم، هذا اقوى فلوج ما تخييم او رحله شوي او وات ايفر راح تشوفوه بحياتكم، واكثر فيديو انا تونست بيه ويوم انسى وراح تتونسون كلش. اتمنى لكم مشاهده ومن ممتعه. اليوم يا اصدقائي عازم هوايه من اصدقائي على شوي بمناسبه الجواز الامريكي وهوايه شغلات. فاول شيء هسه رحله البحث عن اللحوم، فجينا نتسوق ومن محل لمحل. صراحه كان لازم اجيب لهم خروف مره واحده وخلصت القصه. شوفوا انواع السمك الموجوده، واكو هاي الانواع هم، وهاي لحم وشاي بالهيل عراقي، طرش عراقي بالعنبه، ودبس الرمان حتى الخلطه السريه مالتنا. واما الان باقي واكثر المسواق هو من الوالمار. الذره للشوي رهيبه 5 دولار، واكيد الرقي لازم رقيتين. هاي حلاقنا وين ما نروح قاعد يشوف عالم يعرف المنطقه كلها ما شاء الله. بس هيك بدنا نفطر، شفنا 5 نعرفهم، فعدد العرب بمنطقتنا حلو، وما زلنا نعبي ونعبي. واخر شيء ردنا ننسى الطماطه والبصل. والله ما شاء الله فرحت، يمكن 10 عوائل شفنا تخيل هنا بالوول مارت عرب يعني. ورا ما اكتشفت اعتقد حنكون 12 واحد، فالصراحه ايش قد ما جبنا لحم انا خايف يكون اكو ناقص، ان شاء الله اكو زايد مو ناقص. 3 مناقل راح يكون، اكو قهوه وشاي، واكو 3 قواري همين، واكو 11 كرسي، واكو هاي مال ثلج. بقى اخذ هاي الدجاجه الطائره مالتي حتى همين نشويها، صار لي سنين غير اتعب على هذه اللحمايه حتى تكون اطيب لحمايه بالعالم كله، بس لحمايه تحكي هاي طبعا. حتى بخاخ الحشرات فكرت بيه وجبته، والسيارتين ذولا متروسات غراب فول الفول. واخر شيء اللي هو الثلج بدولارين، هسه اخر شيء هذا اللي هو الحطب الزين، وهي بس الحطب تقريبا 20 دولار. فهي رحلة تشوي بامريكا اصدقائي ل 15 شخص تقريبا تكلف 270 دولار الى 300 دولار، هذا هو اللي صرفته. اما اذا 5 اشخاص ورحلة حلوة فراح تصرف 100 دولار الى 130، اللي يحب يعرف الاسعار يعني. فصار لي 5 ساعات متبهدل انا وصديقي احمد، ومن محل المحل المفروض ماكو اي نقص المفروض، ومع ذلك احتمال كبير راح يطلعك شغلات ناقصة. وكل هذا لازم انت تخطط وترتب ويا اكثر من 15 شخص، او بالاحرى 25 شخص و10 منهم ما راح يجون، فالترتيب للرحلة هم اخذ كلش هواي وقت. بس من اني وصغيروني كنت بالامارات دائما انا اللي اخطط الرحلات واسوي مباريات بالمنطقه والى اخره، هاي الشغلات كلش تزيد من شخصيتك وتخليك اذكى وافضل وغيرها يعني، وتعلمك هواي شغلات. والسفرات والطلعات كثرتها تعلمك او ترويك معادن الناس. هاي البكي طلع جاي من تركيا مسوي عمليه ليزك، يقول له مبروك. هو واخته وابوه ثلاثتهم بنفس المكان اللي انا سويت بيه عيوني، قالوا لي كلهم يعرفوك هناك، مئات او الاف الاشخاص سووا عيونهم بنفس المكان اللي انا سويته بيه عيوني. هاي بطاريات جبنه، وحتى الجو لازم تتاكدون منه، لقينا خشب حتى نحرقه شباب مكتوب فري عليه. يلا احنا راح نجيب خشب، هاي كلها هنا بيوتهم قصور وغالين، المهم كاتبين مجانا. انتوا غير لو تشوفون النمل اللي عليهم، يلا هاي شي شيلها برا. هاي احنا انا بعض الشباب حاليا الموجودين، خلينا نقول 10 احنا. شوفوا اصدقائي هذا المكان هناك حنخيم بيه، فورا التعب والتدمير اكو نجاح، اكو مكان راح توصل له يخبل. شوفوا الاجواء، شوفوا المنطقه، هذول يصيدون سمك وذاك قاعد يجر بهاي الشغله اللي وقعنا منها مره انا وحبيبتي اذا تتذكرون. هاي كلش حلوه يعني صدق، تخلي الواحد يتونس. خابت تشوفوا لي هذا قاعد خاب يتزلج هيك بطريقه جدا بعد احلى من ذولاك ما شاء الله. شوفوا هاي الرياضات كلش حلوه، فديوم راح نجربها كلها باذن الله. لك عاش، اوف واو، موقع الى حد الان موقع، واو موقع، واو والله زين، انقلب شفتوها انقلب وطار شو اسمه، يعني حتى نباتات غريبه هنا انا اشوف، اعتقد هاي ملكه نحل او فد نوعيه من النحل اول مره اشوفها بحياتي، فكلش انا احب المخلوقات. حتى الجراد هنا الوانه سبحان الله، شوفوا شلون شكله، واو. حتى هاي النبته اول مره دا اشوف منها بحياتي، حتى هاي شجره غريبه وبيها ثمار غريبه، وهاي المرقه متعودين عليه، اول واحد يجي اول واحد، بس تدمر طبعا الطريق طويل. خوب شوفوا لي هاي النبته وجمالها، يعني حتى الصبار مال اريزونا موجود عندنا اشكال والوان منه. والطريق بعده من السياره للبحر فشي متعب لدرجه ما تتخيلوها، اذا تمشي وما شايل شيء فما بالكم هم شايلين غراض كلش هوايه. اكثرهم استسلموا وبعضهم قاموا يسبسبون على الطريق او على المكان اللي انا مختاره بعيد. واحد من عندهم حتى تارك الخشبايه بالطريق، خطيه كان حلو بس بعيد، بس الشيء الحلو يستاهل انه تمشي له. شلون النجاح يحتاج لتمشي هوايه، فهذا نفس الشيء، مكان يخبل بس يحتاج لتعب. ماكو مثل هذا المكان، ايش بيك، باقي الاماكن ممنوع اصلا تقعد بيها يم البحر وهيك. فبهاي الدنيا تريد فشي صعب حبيبي لازم تتعب له. ماشي لو مو ماشي لازم بعد قاعد ينصحكم تعلموا. وحتى من اوستن هسه جو الجماعه عيني، ومن خلال هيك رحلات تشوف انت من عندهم حتى الكسول اللي ما يحب الا نفسه وكل واحد وشخصيته، فتصير تعرف شخصيات العالم. بس شنو؟ اخ اتدمرنا، اقتربنا. شوفوا لي المنظر، تحسون مال افلام، شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، المفروض هنا يسوون فيلم. ويانا المافيك ال 2 اس اجدى شيء مال عبد الرحمن، هسه راح نطير، حطوا بيها حساسات من فوق بالجديد، احرق وما نحتاج هفاية، الهواء كلش قوي. شوفوا حيسوي هايبر لابس، شوفوا لي الفحم قبل صار ما شاء الله، الخبطه هسه ناقصها الملح. يلا شباب وين الملح؟ اخبط كأنك نصرت ابو الملح، تعلمتها من نصرت. لك عاش. واما الان لازم نطير طيارتنا، لان بالليل اذا صارت ليل مستحيل تصور زين.
احلى لقطه جويه واحلى لقطه صوره للفيديو همنا راح يكونوا. هاي العزيمه بمناسبه الجنسيه الامريكيه اللي ها هي صرت امريكياني. يا ما تعرفون تكبير. والله راح ناكل حطب اليوم. يلا ودعوها قولوا لها مع السلامه. عوش بدا يستوي اللحم التكه ويا اهليه حطولنا. شوفوا طلقه لك عوش طلقه. هاي ريسنج درون بسم الله الرحمن. لك جيبه لبر مربى لبال مربى. نروح نحطها على النهر. ما نحتاج ذره هواء. وهاي الغاليه الطيبه اموت عليها الريش هذه. اوه وهاي حسيت ناف نفسه واحترق منقلتين واكو الثالثه للعلم بعدها جديده. الحمد لله جبنا كل شيء مناقص كل شيء خشنا فليس منا. وبدأوا الشباب يخونون الخيانه بدت تزيد هنا الاشياء بدت تبرد. اي وكل وضحك وباوع. اي كانك هر شايف الهر العراقي والاجواء تخبل بس انا خايف لا تمطر وتنقلب الى اسوء رحله في حياتي. الله يخليك. تعرفين هاي تعرفون بتصير المي شلون لونه سبحان الله طيني هنا. هذا للشاي هذا للقهوه. قبل اخر شيء وقتنا ما راح ناكل راح نحتاج البصل والطماطم. انت خب بديت قاعد بمطعم احسك. هسه راح نقعد هنا وهنا اسوي ديكمه. شوف الكل بدو نسوني ولا احد يسال علي ولا احد يطعميني. ما تطعميني يا عبد الرحمن. عمر حبيبي وينك شو ما تاكل؟ اي انت اول واحد تسال علي اعرفك. انتوا شايفين شاي على البحر. يلا شيل الدلاع شيله سموه دلاع احنا رقي. خلينا نشوف بنت الحلال. لك بنت الحلال لك طلعت حلال. منوك واحد هناك عرقي عرقي على 60 على 60 على 60 على 60 على 60 منو يريد؟ خوش اختيار الحمد لله. شاي دائما يتاخر. لا اول ما بدا يتكلم. يا بس اول شوفوا ما شاء الله نورت المكان الطيارة ما شاء الله. وهاي أول المغادرين أتمنى لهم طريق السلامة لأن راح يشكون شك بالطريق. الله يعينكم ويساعدكم. وراندي همينة طبعا دائما من أول المغادرين دائما المستسلمين. هسه وقت النار. يا الله دقيقة دقيقة نشعل. مو على إيده مو على إيده. فشغلناها بس نعل مذهبك. وأحلى شيء موضوع النار هذا فتشي بحده كافي حق. راح يجيبون لنا الشرطة اليوم. شوف الدنيا كأنها ما صارت صبح. لك كافي. هلا شباب صفحة صفحة صح احمد احمد. هاي قهوة شباب احد يريد قهوة. هذا الشاي ابو البثل نسينا نجيب المصفي مع انه ما نسينا اي شيء. بقول لك هذا خفيف لو زين. واحلى شيء الشاي ويا النار واخر شيء بزر الشمام. شكرا شكرا يا حلو حلو. هو قال لي واما الذره ما شاء الله طلعت فتشي لك. هاي العطار ام الشقه ترى. بس يا شباب راح نلعب محيبة. حط لنا نار حط لنا نار لك عوش. فخمسة وضد خمسة هنا الخامس. شوفوا النار شلون ما شاء الله اجواءها هيك حلوة ما شاء الله النار. شوف حتى المنظر اللي وراها هيك. احنا راح نبدي اول هسه هو راح يختل لنا بايدينا. همزين طير الايد حتى اصور واي ايدي الثانية. حموري ها طقيت لك اياها. حمودي بات. فما طول ما قدروا ياخذوا من عندنا راح يضل عندنا لحد ما هم ياخذوا. عندك هنا من تونس قاعد لعبه عراقيه يعني. وصلوا كيف ايدين. ما شاء الله من تونس اول مره دا يلعبها وقدر يعني يوصل لي. دنيا منا بالمحبس. راح هسه 2-0.
فكل شويه واحد من عندهم هو لازم يطلعها من عندنا. حاليا ذولا اللي بقوا. انا احس عده لك والله كنت اعرف عد مهند. اجى دور البكي بقى بس اثنين فكلنا طقطقنا بقت حاليا ذول اثنين. يقول لك صفق عز الدين. لك عاش بقت يا يوم عمر. قوم 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 على لك عاد جاب البكي. اخذوها مهند هذا دير بالك من عبيده دير بالك عبيده صفوي يرجع لك يا رجع يا ما كل محبس دير بالك عمر دير بالك عمر صفوي قوم نايم والله هلا هلا عراقك عراقك صفوي شكرا لي كلب كلب دير بالك من احمد عمر 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 دير بالك قبل ما قبل ما نبيت صفوي العب لك اي قلت لك هو اثنيناتهم دير بالك دير بالك دير بالك عمر دير بالك يمك هو جاوبك من الاول طق هاي بنقول يا احمد يم احمد انا اقول يم احمد افرز افرز العظمين العظمين افرز بس من اي وحده اقول من اي وحده صح النفخ وجيبها علاوي جيبها جيبها عمي جيبها والله كفو كفو والله يا ابو كفو والله يا كفو رديت غير ربع والله يا ابو كفو هاي للذكرى جميله حلوه والله يا احلى عموري لايك فيفر سبسكرايب سبسكرايب والله شوفوا حتى دي صفقوا لي والله جبتها الحمد لله صراحه غير اول ما قام قبل جابها جيبها اوه اخذها هاي عندك وحده مهم الله عليك حمودي صفق العب مو قلت لك حلو بايد واحده من هاليدينات مهند هالمره صاير عصبي الاحتماليه تخيل واحد على 10 بدنا نجيبها ضاع الباد بعد ما تلقونه حاليا احنا 12 وهم 4 بسم الله اخذ لك طبعا هذا حلاقنا دورك عبودي يا بعد روحي فرز ايدك تونس الخضراء دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك بس احمد يبقى باللعب انت طق كلاب لا لا طق ايدك لا كلاب كلاب بس احمد طيب والله يلعب ما يموت تمثيل والله والله يلعب والله يلعب والله يلعب لك اجيبها اجيبها والله يلعب عند الحاسه السادسه غير والله يلعب عند احمد بس احمد بقيت بس احمد عمي حتى السلام راح نرجعها عمي اقعد عمر 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 بدا اصدق لك هاي ثاني مره مستعيد يلا اجيبها اجيبها ان شاء الله مرت العنب بس رجع السل هي المشكله هسه اخطر شيء هسه هاي صعبه ما اعرف فرز ايدك زين انا عندي تيمناوي اسراوي يمناوي يمناوي شوت الطابه يمنى يسرى جيب بدك لا والله شكيت بي والله شكيت بي والله شكيت بي والله والله شكيت بي والله شكيت بي عبالي راح اقول والله حد يلا عادي عادي يلا كفو 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 جبته جبته شغلت كل القدرات هسه هم وصلوا 13 واحنا 12 تخيلوا كنا احنا الفايزين يكون جوكر الي يجوز بقوا اثنين يلا شد حيلك لو عمر لو البكي بس انا اقول البكي البكي انا اعرفه يخوف طقه طقه ما طول يحكي هيك مستفزني بهالحكي هذا يستفزك بس طقه بكي هاي الايد مالتك حلوه هاي هاي شويه شادها قوي خذ على رجلك انا اقول بايد البكي هو يقول ما نعرف قلت لك خرب دينه مو قلت لك طلع يم البكي انا كنت اعرف وبنفس الايد حتى قلت له يلا كافي هاي كل شيء غسلناه بالنهار قبل صارت بالوحده بالليل وراجعين للبيت اهم شيء كل الوساخه لميناها يعني ما بقى شيء اهم شيء نترك المكان نظيف وهسه اصعب مهمه يلا الله يوفقكم وهاي انتهت رحلتنا اصدقائي ان شاء الله تونستوا بهذا اليوم المميز من حياتي وحياتنا كلنا اهم شيء اللايكات لا تنسوها كل جينا من العراق ماشي مع واد تشكشكنا شنو هذا الطريق وبالمناسبه يجوز انتم ما تعرفون اهميه هيك طلعات ايش قد تفيدون العالم وايش قد انتم تستفادون يعني يمكن معلومه واحده بسيطه او تافهه او فتشي او فكره سمعه او شيء تتعلمه ممكن يعني ما تتخيل ايش قد غريبه الدنيا يخليك سبحان الله ممكن تصير مليونير او يفيدك بالاف الدولارات مثلا بالحياه الشخصيه الماديه مثلا وتستفاد من ناحيه المعلومات وتستفاد من هواي نواحي وعاده اللي تعزمه يعزمك وعاده اللي تعلمه يعلمك وهكذا فيصير تبادل منفعه كلش كبير واكثر اصدقائي هذول الاجوي هم تعرفوا على بعض راح يساعدون بعض وهذا الشيء كلش حلو اخوه تعاون محبه من كل الدول من كل الجنسيات من كل الطوائف شيء حلو هنا بامريكا احنا غربه ولازم نكون كالجسد الواحد دائما مهما بكل مكان ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت فيفورت ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا